يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز حضور جنازة الكافر لأجل المصلحة؟ فمثلا إنسان إذا ما حضر جنازة أقاربه من الكفار فإنه سيغضب عليه أقاربه، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز هذا، ما يجوز للمسلم أن يشيع الكافر أو يحضر جنازته، لأن هذا من الموالاة، هذا من الموالاة، إلا في حالة ما إذا لم يكن للكافر من يدفنه فإنه يدفن، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفن أبي طالب، أمر عليا أن يدفن أبا طالب أن يواريه، فإذا كان الكافر ليس له أحد يدفنه فإن المسلم يدفنه ويواريه. نعم.